السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في يوميات الشيف حليمه. اليوم بغيت نتقاسم معكم المشتريات ديالي وواحد الخرجه الصراحه زوينه. مشيت لواحد المحل جراند كازا، هو ميركاتو كبير، وبغيت تشوفوا معايا وتشوفوا شنو شحال من حاجه الصراحه شفتها بزاف وعجبتني، من ناحيه الاواني ومن ناحيه الصراحه لهذا الاتات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. صافي دخلت لهذا المحل، هذا صراحه زوين بزاف. بغيت ناخذ فكره على هاد الديفانوات او الفتيات، كل واحد كيفاش كيسميه. صراحه زوين بزاف، وكما كتشوفوا الجلد ديالو فري، وهذا جراند كازا معروف زعما الحاجات ديالو زوينه بزاف. وانا البنات عجبني هاد الكحل بزاف بزاف، وهذيك البونجه ديالو لاصقه هي، والخدادي ما كي زعما لاصقين، واخا تتبركو واخا ما عرفت اشنو زعما الدراري يلعبوا ما كيتحاوزوش على البلاصه ديالهم، وعندهم الرجلين ديالهم ديال الانوكس، وهذا وحديد صحاح زعما بزاف. وهذا الثمن ديالو كيدير 1996 ديال الاورو، وداروا لي بروموسيون ولا ب 1600 يمكن سبعة ديال الاورو كيف ما كتشوفوا. والصراحه راه زوين، والجلد حقيقي فغي، وانا عجبني الصراحه. وكاين حتى داك الابيض حتى هو زوين، وكيتمسح بحال ما كاين، الا طاحت شي حاجه ولا هكا الدراري، المهم بحال ما كتمسح بسهوله. ودائما خليوا لي التعليقات ديالكم شكون اللي عجبكم في هاد الديفانوات. انا الصراحه عجبني داك الكحل وحتى داك الابيض زوين، ولكن الكحل كيبقى شي كيجي مع اي حاجه. وصافي درت واحد الدوره هنا خفيفه، درت بحال ما كدا على الكوزينات. هنا هذا المحل فيه الكوزينات، فيه الافريشه، الاواني كيف ما كيبان لكم. الصراحه فيه داك الشيء زوين بزاف وغزال. بالنسبه للديفانوات كاينين اشكال بزاف متنوعه، كاينين هادو كيتراوح بزاف الاثمنه عفوا، من 400 اورو 500 اورو حتى الفوق. كاين اللي كيكون ديال بلاصه وحده، كاين اللي محل ما غادي يبان لكم كيكون مثلا بحال ديال كيكون هو ديفانو، ونفس الوقت مثلا تيكون حتى ناموسيه اللي كيكون بحال ما كدا الدري ساكن بوحديتو كيكون عملي وصافي. وكاينين هاد الديفانوات الصغار، هادو بالنسبه اللي كيكونوا ما كيتمشاوش بالضو، كيتحكموا فيهم كيتحكموا فيهم كيمشيو بيهم زعما كيساعدوهم. وصافي دخلت للبلاصه اللي دايرين فيها المطبخ. كتبغي ناخذ واحد الفكره، مثلا الا كانت عندكم الدار في المغرب كتاخذوا القياس ديال الكوزينه العبار وكتجيبوه ليهم، وكيسقموا لكم نفس العبار، يعني الكوزينه نفس العبار اللي عندكم. وصراحه وعندهم العود زوين زوين بزاف، والاثمنه كتراوح ما بين 6000 اورو 4000 5000، المهم على حسب الكوزينه كبيره صغيره ولا حسب حتى العود. انا حمقاتني واحد الكوزينه بزاف البنات، غادي تشوفوها اللي بالقهوي وبالاسود لا عفوا بالجريجو بالجري وبهادي، حمقاتني بزاف زوينه زوينه الصراحه بزاف. وصافي وغادي ناخذ شي حاجه ديال الاواني غادي نشريها، ولكن راجلي ما بقاش ليه الوقت ما صورتش ليكم. وصافي وغادي نخلي حتى غادي نمشي للدار وغادي نشوفوا شنو خديت. رجعت للدار وغادي نوريكم الحاجات اللي شريت واللي تقديت. الصراحه لقيت واحد الحاجه اللي غزاله بزاف، كيحمقوني صراحه، اللي هما الطناجر. خديت واحد السيرفيس لقيتو بروموسيون مديرين فيه الاوفيرطا التخفيض، زعما واحد التخفيض انا اللي ما تيقت صراحه، ما تيقت حيت انا دائما كناخذ هادو هادو اللي كما كيبان لكم كيكونوا هنا ديال بحال ديال الحجر، كنسى على السميات ديالهم. الصراحه كيكونوا غاليين بزاف، وهادو راهم تقال تقال البنات بزاف. وانا كيعجبني دائما هاد الماركه هادي، كتحمقني بزاف لان مجرباها شحال من مره في المقالي، وما كانوش عندي الصراحه الطناجر، كنت كناخذ على المقيلات. حيت انا دابا نوريكم هادو الطنجرات اللي كانوا عندي من قبل ديال اينوكس،
وصراحه زوينين، كندير فيهم اي حاجه بلا زيت بلا ما مثلا، واخا ما ديريش الزيت ما داك ما كيلصقوا ما والو. وكنت كنبغي مثلا كنقول الا صدرت بحال ما كدا طنجرات، وكنت كنلقاهم عاوتاني بواحد الثمن شويه غالي بزاف. وبقيت حتى لقيت هادو مجموعين وعجبوني الصراحه. انا غادي نوريهم ليكم وغنقول لكم الثمن اللي خديت اللي خديتهم. وهادو ماشي شي حاجه اللي تقال بزاف، وماركه زوينين، وزعما انتما غادي تعطيوني الراي ديالكم. كاينه هنا كاينه واحد مقيله، هذه متوسطه كيف كيبان لكم، ندير عليها هذه بحال ما هكا باش ما كيجرحوش بعضياتهم، او ملي كت هاد الكارطه هذه ملي كديريهم بحال ما هكذا في البلاكار كتعمليهم وحده على وحده ما كيحكوش زعما بعضياتهم. هذه هي الاولى، هذه المقيله نزولها عفوا. وهذه كيف ما كتشوفوا هذه المقيله الثانيه او طنجره حيت غارقه، ماشي طيبوا فيها ديروا فيها اي حاجه، ديري فيها حتى هي هذه باش ما كت ملي كنديروهم مع بعضياتهم ما كيتحكوش. ها انتوما الحجم ديالها شحال كبير كيف كتشوفوا صراحه، وزوينه زوينه. هاد الستيلانه حمقني بزاف بهاد الديزاين اللي فيه بحال ما هكا بخشاب، وهاد هذا راه بحال السيليكون ما يتحرقوش مثلا، هكا كتهزيهم على النار بحال ما هكا ما تحرقي ما والو، ما كيقبطوا زعما السخونيه كيف ما كتشوفوا. غزاله غزاله، انا حمقوني الصراحه وفرحانه بيهم بحال شي دريه صغيره. كاينين جوجات من هادو، وكاينه عاود هاد الكاسرونه كيف كتشوفوا انتوما، حتى هي الصراحه زوينه. وانا كيعجبني الصراحه في المطبخ ديالي الاسود وداخل فيه داك الكريج جو حمقني بزاف، كيعجبني انا لا في الملابس ديالي لا في الصراحه حتى في بحال ما كدا الاواني ديالي كيعجبني انا دائما اللون هذا الكحل والكريتجو. والصراحه وخارج هذا العام الكريتجو خارج في الموضه بزاف، في الحوايج في بزاف د الحاجات. وبالنسبه للطناجر هادو الغطايات ديالهم حتى نوريهم لكم. بالنسبه للطنجرات حتى هما ديري ليهم حتى هما هاد الكارطه بحال ما هكذا باش ملي كنحطو مثلا حاجه فوق حاجه ما كتحكش لينا الصراحه، كيعرفوا كيفاش كيقادوا الحاجات ديالهم لحقهم وطريقهم. وانا الصراحه كنحافظ ما عديتش عليا بحال ما هكا نشري بزاف د الحاجات بحال ما كان الماعن، من غير مثلا شي حاجه لك كيسان طبيصلات زليفات مثلا كتبغي تجدي. اما الصراحه بحال ما الطناجر هذا كناخذ دائما حاجه مزيانه وكتبقى ليا مده طويله بزاف. هاد الطنجره هذه راه الطنجره متوسطه كيف كتشوفوا صراحه غزاله، كيجي في طيبي فيها اي حاجه، كطيبي فيها الحيمة طيبي فيها الدجاج طيبي فيها المهم اي حاجه اي حاجه كطيبي فيها. غارقه بحال ما هكا وزوينه. عاود هذه الصغيره ما كتشوفوا هذا الحجم الصغير، كتجي في لاسوب في اي حاجه. وهذه الحجم الكبير انا هاد الميركاتو اللي مشيت ليه اللي غيسولوني السيدات اللي كاينين هنايا في ايطاليا، هذا غراند كازا راه معروف غراند كازا، في حاجات زوينين وماركة زعما من ناحيه فيه كل شيء، فيه الماعن بحال ما كدا الاواني، فيه من الفوق الافريشه، فيه بزاف د الحاجات الصراحه، فيه بحال ما كدا هذا الكوزينه بحال ما هكا زعما فيهم حاجات زوينين ومعروف الصراحه هنا في ايطاليا. هذا الغطايه ديالهم الشكل ديالها حتى هي كي داير صراحه محيدق وزوين. زوينه هذه
هذه هي الطنجره الكبيره كتشوفوا، كبيره بزاف الصراحه عجباتني حمقاتني. بحال ما هكا يجيو عند الانسان يجيو ضيافه مثلا، بالنسبه للدجاج تهزت ثلاثه دجاجات صغار بحال ما هكذا او حتى اربعه، ولا كانوا كبار تهز جوج وكطيب لينا بحال ما هكذا الحيمه اي حاجه الحجم ديالها كبير وثقيله بزاف. وما الصراحه هذه كاع ثقال بزاف حمقوني. وبالنسبه لهذا الغطايات ديالهم كلهم عندهم الغطايات كيف كتشوفوا، هانتوما وصافي كملنا من هذا. غندوزو لحاجات اخرين خديتهم حتى هما، ولكن اللي عجبني بزاف هما هاد الطناجر هادو حمقوني الصراحه بزاف بزاف. غادي نوريكم دابا اللي كان عندي من قبل السيرفيس اللي كان عندي. هذا كان عندي هذا ديال اينوكس، راه يقدروا بزاف كيعرفوا هاد الماركه، ولكن راه كاين حيت شفتو في المغرب ولاو مؤخرا وكاين اللي كيتشكاو منهم تيقول لك حتى يلصقوا. انا الصراحه هادو عندي هادو تقريبا 8 سنوات والله العظيم تقال 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 بزاف البنات عفوا هانتوما. وانا كنحافظ على الحاجه كيف كتشوفوا، كناخذ حاجه زوينه وزعما ماركه وكتبقى ليا. والانسان دائما بحال ما هكا يحافظ على الحاجات ديالو دائما بحال ما هكذا بالنقه ما يشرطهمش. بحال هادو كيبغيو اي حاجه لهاد الاولين لهذا اي حاجه. الصراحه انا ما كنستعملش المعالق بحال ما هكذا ديال الحديد، دائما كنستعمل اما المعلقه ديال السيليكون او ديال الخشب باش ما كتشرطوهمش من هنا وما كيبقاوش يلصقوا ليكم. هذه بالنسبه لهذه الصغيره، هذه الكاسرونه كيف كتشوفوا هذه 8 سنوات وشوكي باقين، ولكن مع المحافظه دائما وبقات ليا 8 تاع السنوات. الصراحه استعمال يوميا كنستعملهم في اي حاجه. وعندي طنجره كبيره سمحوا لي ما خرجتهاش ديالهم، ها انتم كيصلحوا بزاف الحاجات لي بات كما كتشوفوا لي بات بحال ما كهذا سميتو باستا، كيصلحوا تسلقوا فيهم الخضار لاسو بزاف د الحاجات الصراحه. وكينفعوا هاد ملي كيكونوا عندنا هاد الكاسرونات هاد الطنجرات صغار متوسطين كبار كنحتاجوهم بزاف د الحاجات. حتى الا كان مثلا عندنا شي حد كيجي ضيف كيجيو عندنا مثلا ضياف او عائله كنلقاو مثلا فين كنطيبوا بحال ما هكا. هذه الحجم ديالها متوسط كيف ما كيبان لكم، باقين بحال لي الله خديتهم. وهذه راه تشوفوني البنات اللي متبعين القناه ديالي دائما كنطيب في هاد الطنجرات هادو. وعندي دابا هذا عندها كاينه هاد الوحيده وعفوا هذه كيبان لكم عندها هاد كاينين هادو ثلاثة وعاد طنجرة كبر من هذه طنجرة كبيرة وعاد عاوتاني هاد المقيلة هذه. يعني الإنسان اللي يشري حاجة مزيانة وكتبقى ليه الصراحة. والمحافظة دائما الأواني ديالنا نشقاو. أنا الصراحة ما كنخبيش، أنا ماشي من الماركة اللي كنشري شي حاجة لا في المطبخ ديالي لا في الحوايج لا في أي حاجة وكنخبيها، كنستعملها ولكن كنحافظ عليها عزيز عليا كنتمتع بديك الحاجه ديالي ماشي نبقى مخبياها. مثلا نقول حتى يجوني الضياف او تيجوني هذا انه انا ما عنديش هذه القضيه، كنتمتع في اي حاجه خديتها في الاواني ديالي كل حاجه كننشقى بها ونتمتع بها ولكن كنحافظ عليها. وهذه عاوتاني دائما كتشوفوني في الفيديوهات ملي كنبغي ندير شي حاجه معمره ولا هذه كما كتشوفوا دايره بحال شكل المقيله طنجره. صراحه انا كنطيب فيها حتى بعض مرات الدجاج بحال ما هكذا مقلي بالزيتون وهذا والحامض كتجي الصراحه مزيانه حيت غارقه كما كيبان لكم.
ودائما الحاجه تعرفوا سميتو واش مزيانه ولا لا، من الثقل ديالها مزيان. انا حتى ملي خديت هادو بقيت كنقلب فيهم وكنشوف، والله الا ويقول لي قال لي باين انت كتعرفي في الطناجر. دابا الانسان الخبره ديالو في الاول ما كيكونش عارف، ولكن مع الواحد الخبره شويه شويه كيبقى كيشوف. هذه بعض المرات كتشري شي حاجه ما كتكونش هي هذيك. انا اول مره قبل من هاد الطناجر هادو ديال اينوكس كنت خديت وحدين اخرين، وهما خفاف ولكن زوينين، حافظت عليهم حتى هما، مخليهم مثلا على لي بات هكا السليق الخضر اي حاجه، وبقاو حتى هما مزيانين. وصافي دابا غادي نمروا للحاجه الاخرى. ديت هاد المول هذا عجبني حتى هو بزاف، حمقني فيه بحال ما كدا تديري جوج كيك في مول واحد، وكتزوقي على حسب هذا شو كاين بحال ما كدا دوائر كتعملوا ليهم الشوكولا اي حاجه بغيتوا تزينوا به. وهذا كيجينا بحال شكل كاب كيك ولكن كبير كما كيبان لكم، زوين بزاف. هذا خديته حتى هو من جراند، من هذا واحد المحل ديال سميتو كاين في جراند كازا، ولكن سميه اخرى عنده كما كيبان لكم. زوين بزاف وعجب اميره بنتي هي اللي اختارته. وهادو خديتهم من اكيا، خديت هذا اللي كيغرب لينا بحال ما هكذا الدقيق. كان عندي واحد اخر صراحه خسراتو ليا غير بنتي، كتقبط هذه كتبقى تلعب بها حتى ما بقاش تحيدوا واحد السليكات، ما عرفتش كيفاش نلصقهم. كيصلح بزاف د الحاجات ملي كنبغيو نديروا الكيك للدقيق النشا الكاكاو، صراحه زوين بزاف وعملي. وخديت هاد المغرفه هذه خديتها بأورو 50، سمحوا الثمن ديال، عفوا ما نسيت ما قلتش لكم الثمن ديال الطناجر، خديتهم ب 100 أورو، يعني خديتهم كانوا مديرين لهم بحال اللي النص مهبطين لهم النص، يعني راه 100 أورو راه ما تلقايهمش في هاد الماركه وهاد الستيل. هاد الماركه هادي ديال اللي دايرين بحال ما كدا بحال الحجر صراحه ما تلقايهمش. الثمن هي وحيده كتكون غاليه، بحال مثلا طنجره وحده او مقيل او مقله وحده ولا هذا سميتو كتكون غاليه، اما كتلقاوها ب 40 أورو ولا هذا، زعما الثمن ديالهم راه اش غادي نقول لكم خيالي، نازل بزاف بزاف. انا راكي شفت الثمن ديالهم عرفتي دغيا عرفتي، وما بقاوش. انا لقيت جوج هزيت هذه وجات وحده من مورايا واحد السيده طاليانيه وهزات وحده هذيك الاخر اللي بقات، زعما الثمن ديالهم زوين بزاف. وخديت هذه اورو 50 وهذه حتى هي ديال السيليكون باش كندير بحال ما كدام كتبغوا ديروا الكيك ولا هذا كتزينوه، حتى هي خديتها باورو 50. وهذا المول هذا حتى هو خديته هذا يمكن واش بجوج اورو 50 ولا 53 ما عقلتش صراحه، ديال لي كغاطان زوين بزاف. او باستا فورنو انا عندي بحال هاد لي مول هادو كبار، وبعد مرات انا وليداتي ما كيبغيوش، كنبغي غير شي حاجه بحال ما هكذا صغيوره انا والزوج ديالي، وخديت هذا ما عنديش بحال ما هكذا جاي صغير الحجم ديالو زوين، وحتى الثمن ديالو مناسب. واخيرا خديت هذه اللي كيقولوا لها مع الصحن الدوار. حمقاتني بزاف صراحه، كانت ما عنديش وكنت محتاجاها بزاف. كديري فيها اي حاجه تبغي مثلا تقمي فيها كيك، كتساعدك انت كتدوري وكتعملي داك سميتو هذا ملي كتكوني كتزوقي فيه، او مثلا كتحطيها في اي حاجه مقبلات، المهم اي حاجه كتجي فيها صراحه زوين بزاف. وصافي وخديت هادو خديتهم من ليدل، هادو زوينين بزاف. انا كان دائما هادو كانوا عندي وحدين، والصراحه وانا دائما كنبغي هادو ديال البلاستيك، هادو البلاستيك ديالهم زوين ماشي شي بلاستيك زعما تيكون هذاك البلاستيك، كاين شي بلاستيك اللي كيكون بحال هكا خايب كيف ما كتشوفوا، فيها 8 ديال ها نتوما هذه الصوره ديالها فيها 8 من هادو، وجوجات من هاد المتوسطين وجوجات من هادو تما متوسطين، وهذه كبيره هذيك تخديتها ب 7 أورو 50، زعما الثمن ديالها مناسب بزاف. فيها هاد الكبيره كنحط فيها مثلا شي حاجه كناخذهم لهكا لبنتي
كونفل نو ماشي كونفليكس، اي حاجه مثلا خديتها ديال اللي كيبغيو هما كيديو من المدرسه كنستفهم فيها مزيان، هذه كتهزهم ليا كاملين بحال الحاجات ديال ميريندا عفوا. وهادو كان كيف كتشوفوا هما راه 8، انا جوجات بحال ما هكذا مستعملاهم دابا في الثلاجه. الصراحه في الثلاجه كتشيط لينا شي حاجه، مثلا الزبده كندير فيهم الزبده، كنزول لها داك الكارطه ديالها وكنحطهم في هذه الخميره، اي حاجه عندي كتكون بحال ماكا، مثلا قطعتي الحامض او قطعتي مثلا كنتي احتاجيتي طماطم نص وحيده، المهم بحال ما هاد الحاجات دائما كنديرهم في هاد العلبات هادو، كنسدو عليهم بحال ما هكا وكنديرهم في الثلاجه، ماشي كنديروا الحاجه بحال ما هكا في الثلاجه، كتكون نيشان في الثلاجه، حيت الا كنا مثلا حاطين شي كاكه ولا شي حاجه كتولي الروائح مخلطه وحتى ديك الكاك كتولي ما كيبقاش المذاق ديالها هو هذاك. انا كيعجبوني كنحط فيهم الصراحه الفخوماج، اي حاجه الزيتون، اي حاجه كتكون بحال ما هكا في الثلاجه خديتهم على حسب هكا الثلاجه. صافي ها هي هذه وحيده حتى هي، وهذه كاينه فيهم هذه كبيره ما كتشوفوا، هذه عاوتاني مثلا شطت لكم بحال ما هكا باستا شي حاجه بحال ما هكا كتعملوها في الثلاجه. وهادو جوجات عاوتاني في نفس القياس، وصافي هذا هو المشتريات اللي خديت، ما بقى حتى حاجه. لحقنا النهاية ديال الفيديو، كنتمنى هاد المشتريات ديالي يعجبوكم وينالوا الرضا ديالكم وتعطيوني الاقتراح ديالكم وتعطيوني سميتو شحال من حاجة، واش عندي الذوق ولا لا، والحاجة اللي عجبتكم حتى نتوما ولا لا. وبالنسبة الصراحة للطناجر رانا غلطت بزاف، راه كانوا كيديروا 699 ديال الاورو، رانا صورت لكم هذاك الكتيب ديالو في اخر الفيديو، كنت تلفة بزاف سمحوا لي ومع مريضة. وبالنسبة لذاك الدور اللي ديال الكيك حتى هو كنت خديته ب 14 اورو، ما ذكرتش لكم الثمن ديالو. وكنتمنى هذه الجوله والمشتريات ديالي يعجبوكم، تخليوا لي التعاليق ديالكم وفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصفات. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنساوليش من اللايكات ديالكم ومن التشجيعات ديالكم، وباي باي عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.